سبب الوقفه اليوم هو انه كيف ديما حنا تنجيو للولايه الدار البيضاء الكبرى المكتب الطاكسيات باش يحلوا لنا المشاكل ديالنا العالقه مع الناس اللي كارين من عندنا الكريمات. الناس اللي كارين من عندنا الكريمات فيهم بزاف المشاكل، كاين اللي ما كيخلصناش، كاين اللي ما بقاش عنده العقد، سال عليه العقد وباقي كياخذ دعم من الدوله بسميتنا، وباقي كيحتج بسميتنا، وباقي خدام برقم المعدونيه اللي انا عاطيها ليه. اليوم حنا ملي كنجيو عند السيده المكلفه في المكتب ولا رئيس القسم كيقولنا انا ما عندنا ما نديرو لكم، حنا كندافعوا للسائق، حنا مع السائق، حنا ماشي معاكم وانتم سيروا دبروا معاهم. يعني حنا كيقولنا سيروا للمحاكم، وملي كنمشيو للمحاكم وكتنصفنا المحاكم وكنجيبوا حكم قضائي، هما الاخوان كلهم اللي هنا راه عندهم احكام قضائيه كتنصفهم، ملي كنجيبوها كيقول لك لا سيروا اللي عطاكم هذاك الحكم هو ينفذوا لكم، علما بانه طبقا للفصل 126 من الدستور كينص على انه اي واحد بامكانه يساعد على تنفيذ حكم قضائي على اعتبار انه يحمل اسم صاحب الجلاله، فراه ما خصوش يتردد وخصو يساهم. فولايه الدار البيضاء ما كتساهمش في تنفيذ الاحكام، والناس المحكوم عليهم ما كيساهموش في تنفيذ الاحكام، وهذا كنعتبروه خرق للدستور، زائد انهم كيخرقوا معنا بنود العقد النموذجي بحيث الا ما خلصش شي واحد خصها توقف ليه العمل بالمأدونيه، فهم ما كيوقفوش ليه العمل، كيبقى خدام وما كيخلصش. باب الحوار مسدود اطلاقا، وماشي غير باب الحوار، حتى باب الدخول، باب الدخول حتى هو مسدود. وقت ما جينا كنلقاو هذا الباب مسدود، وإلا مشينا عند الوالي باش نشكيو بهذا المكتب على انه ما كيستقبلناش كنلقاو حتى ذاك المكتب ديال السيد الوالي والكاتب العام ورئيس القسم الاقتصادي السيد الشرقاوي حتى هو كنلقاوه مسدود، وبالتالي كيخلونا في مواجهه مع من؟ مع الامن. وراه انتم ربما انا راه ما كنشوفش، ما عرفتش شنو اللي حاط بيا، ولكن ربما لو وجهتوا عينكم جهه الباب تلقاوه مسدود، وربما راه فيه الامن والمخازنيه هما اللي كاينين، هما اللي مسيطرين على الوضع ومسيطرين على الموقف. بدل ما يكون معنا اليوم محامر كيمثل ولايه الدار البيضاء، فرحنا في مواجهه مع الامن. يعني هاد الناس بغاو يواجهونا مع الامن، وبغاو يواجهونا مع عمالين الطاكسيات بشكل مباشر. لذلك ندين كل اشكال التمييز الناتجه عن بعض موظفين بهذه الاداره. سبق أننا قمنا بعدة وقفات، وآخر وقفة كانت بوزارة الداخلية، إلا أن وزارة الداخلية قالت على أنها ليس في علمها كل هذه الخروقات التي تمارس من طرف مصلحة سيارة الأجرة التابعة لولاية الدار البيضاء. واليوم عدنا مرة أخرى إلى هذه الولاية المحلية من أجل تأكيد كل التعسفات وأشكال التمييز التي تمارس علينا من طرف هذه مصلحة سيارة الأجرة ومن طرف بعض الموظفين بهذه الولايه، لان المساله اليوم لما ليست مساله ديال شخص او مجموعه، وانها مساله موظفين بهذه الولايه يمارسون التمييز وكل اشكال التمييز ضد الاشخاص في وضعيه اعاقه.